أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال الكاتب عبد اللطيف السعدون. مرت سنة عجفاء على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي خدع العراقيون بها أملا في إصلاح خراب دهر السنوات العشرين الطويل، لكن شلة اللصوص التي حكمت بلاد منذ الاحتلال سرقت حتى بقية الأمل في أن يحدث تغيير ما، وأشاعت من جديد مناخ اليأس لدى من ظن أن لعبة الصناديق قد تدفع بتلك الشلة إلى التراجع والشعور بالذنب جراء الخطايا والجرائم التي اقترفتها. واكتشف من خدع أن الانتخابات المبكرة لم تكن سوى كذبة كبيرة أنتجت سنة أخرى من العذابات والحرمان والخراب المقيم، أوصل ذلك كله العملية السياسية التي شرعنها الأمريكيون بعد الاحتلال إلى طريق مسدود. لكن السياسيين من رجال الأحزاب وزعماء الميليشيات ما زالوا يبحثون عن مخارج تتيح لهم إعادة إنتاجها. هكذا يعرف التشرينيون أقدارهم ويجربون حظوظهم مرة أخرى، موجهين نداءاتهم لكل الناس أن اخرجوا من بيوتكم، اتركوا أعمالكم، فقد دقت ساعة الخلاص. وقد أدركوا أن من غير الثورة لا يمكن لهم أن يستعيدوا وطنهم ويستردوا ثرواتهم وينالوا حريتهم واستقلالهم. وقد خسروا سنوات عديدة وجربوا طرقا شتى للتغيير، جديدها أخيرا كذبة الانتخابات المبكرة. وواكبوا مشاريع قيل لهم إنها مشاريع وطنية أتقن إعدادها أناس ركبوا الموجة. إيران نفسها وهي الراعية للعملية السياسية إلى جانب الولايات المتحدة بدأت تتحسب لما قد يمكن أن تشهده الأيام المقبلة من تداعيات، بما قد ينعكس على نفوذها في العراق بكونه الحلقة الأكثر خطراً وأهمية في مشروعها في المنطقة. وقد ظهرت ملامح هذا التحسب في توجيه الميليشيات المرتبطة بها لتوخي أقصى درجات الحذر والترقب لما قد تؤول إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن إبقاء قوة من الحرس الثوري في بغداد كان قد جاءت إلى العراق تحت غطاء الإشراف على تأمين الخدمات للزوار الإيراني. يقول الكاتب قاسم حسين صالح: أكثر ما أحدثته انتفاضة تشرين أكتوبر عام 2019 من دهشة أنها فاجأت محللين سياسيين ومثقفين أشاعوا ثقافة التيئيس، كانوا على يقين بأن الإحباط قد أوصل العراقيين إلى حالة العجز التام، وكان بينهم من راهن على أنها هبة وتنتهي. وفاجأت أيضا علماء النفس والاجتماع بما يدهشهم، بل أنها خطت نظرية في علم النفس تقول إذا أصيب الإنسان بالإحباط وحاول وحاول ولم ينجح، فإن تكرار حالات الخذلان والخيبات توصله إلى العجز والاستسلام. فأطاح بها جميعها شباب أدهشوا العرب والعالم وأسقطوها في 25 بيوم جمعة استعادة وطن، متحدين الموت بصدور عارية وملاحم أسطورية ليسقط منهم المئات في ساحات الوطن. يضيف الكاتب: تلك هي حقيقة العراقي، صاحب نخوة وغيرة وعاشق لوطن يفديه بروحه كما افتداه أكثر من 600 شهيد من الشباب في شهر واحد، قتلهم حكام لا يعرفون من الوطن سوى أنه حنفية تدر ثروة ولا يدركون أن الطغاة زائلون وإن طال الزمن. الغيرة، الشجاعة، الاستعداد العالي للتضحية، التكاتف الملحمي، الثقة العالية بالنفس، التكافل، المروءة الطيبة، روح التعاون، نصرة المظلوم، اللعب مع الموت والاستهانة به، حب الحياة، الخوة الحلوة، كرم بلا حدود، إعادة الصورة الحقيقية للعراقيين. أحبك يا وطني وحب ريحة ترابك، استرجاع الهوية العراقية وتجاوز الهويات الفرعية، بلاغة العبارة والاختصار في التعبير. إقالة رئيس الوزراء واستبداله بآخر عبارة عن تبديل راس الباتري. إحنا طلابتنا بالمحرك، هذه إحدى اللافتات. التحرر من الاسترقاق الديني،
تحطيم صورة المقدس البشري، الحس الوطني الجمعي لجميع الأعمار، وحسن المعاشرة، الإيثار، التضحية بالروح من أجل الحقوق، النظافة الأخلاقية، قتل الطائفية. كان الشباب ينامون ببطانية واحدة، ولا يعرف أي منهم من أي مذهب هو أو عرق أو دين. العناد، إصرار المتظاهر على العودة لساحة التحرير بعد معالجته بالمستشفى، استعداد نفسي لمعاناة من أجل قضية وطن، والتحرر من عقدة الخوف من السلطة الحاكمة. هاجم الكاتب سمير داود حنوش في مقال له الحكومات والأحزاب التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي للعراق، ويقول الكاتب: حدثونا عن الشرف، هل بقي منه شيء أم باعه النخاسون في سوق المتعة؟ وهل بقي للحديث تتمة أم ضاع الكلام؟ ها هم يجنون حصاد خيانتهم وحقدهم على بلد آواهم من بلاد الشتات. اسألوهم بعد ذلك من أوصل العراقيين إلى ذلك الحضيض، سلطة لا شغل لها سوى السرقة والإفساد، أم بسبب نظريات الفوضى التي أرادوها تجارب العراقيين، أم رجال سلطويون يرتدون أحلى البدلات، أصحاب الأوداج المنتفخة والكروش الممتلئة الذين لا يجدون سوى ممارسة الخيانة والتبعية. يضيف الكاتب: كرر السؤال، من قتل الطفلة زينب ذات 15 ربيعا التي كانت تساعد والدها في حقل الزراعة لتصيبها طلقة طائشة من جندي أمريكي كان يتدرب على الرماية في قاعدة فيكتوريا بالقرب من مطار بغداد الدولي، فلم يجد غير قلب هذه الطفلة هدفا جيدا لسلاحه. من المسؤول عن موت هذه الطفلة؟ ذلك الجندي الأمريكي أم الذين يتسابقون للارتماء في أحضان راعي الديمقراطية الأول في العالم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ ها هم حكامنا يحجون إلى القصر الأبيض يعانقون ويحتضنون القاتل، متناسين أن جنوده قتل مواطنة من مواطنيهم. ربما ذاكرة العراقيين التي حفرها الزمن بثقب جعل كل الذكريات تتسرب منه فنسوا قبل سنوات ذلك المشهد لرامبو، إحدى فرق الموت التي تدعى بلاك ووتر، عندما نزل مسلحوها إلى الشارع وهم بكامل أسلحتهم وعتدتهم المدججة وأمطروا المارة ومن كتب له سوء حظه الحضور في ساحة النسور ببغداد وفي إحدى شوارعها ليقتلوا من لم تسعفه النجدة ويصيبوا آخرين بجروح، وفي ظل صمت حكومي عندما أخرست ألسنتهم وصمت آذانهم من أفعال أولئك الذين تمت تبرئتهم وربما نيلهم وسام الشجاعة من محاكمهم الأمريكية، ليعلن بعدها رئيسهم ترامب البراءة لهم من كل التهم الموجهة إليهم. فهل هناك توصيف لضحالة القعر الذي أوصلوا إليه بلدا وهو العراق؟ تحت عنوان لماذا قوة الدولار مهمة، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالاً للكاتب مارتن وولف، أكد فيه على مدى أهمية تداعيات ارتفاع الدولار أمام العملات العالمية وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وشدد على أن ارتفاع العملة الأمريكية له آثار ركود في أماكن أخرى، ونوه الكاتب إلى أنه في أوقات الشدة يكون الدولار ملاذ العالم وقوته، حتى عندما تكون الولايات المتحدة هي مصدر المتاعب، كما حدث في الأزمة المالية عام 2007 وعام 2009، وأكد على أنه هذا ما يحدث مرة أخرى الآن، ويلفت إلى أن سلسلة من الصدمات بما في ذلك التضخم المرتفع في الولايات المتحدة أدت إلى صعود مألوف للدولار، ليس فقط مقابل عملات الاقتصادات الناشئة ولكن أيضا مقابل عملات البلدان مرتفعة الدخل، فسعر الصرف الفعلي للدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 12% منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن وفقاً لتقديرات مؤسسة جي بي مورغان، كما انخفض الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنسبة 21% والين بنسبة 20% واليورو بنسبة 16%، وأصبح الدولار الملك بلا منافس. إن الاقتصاد العالمي عانى من 4 صدمات متصلة منذ عام 2020: وباء كورونا، توسع مالي ونقدي ضخم،
بالإضافة لأزمة الإمدادات بعد الجائحة، حيث أثر الطلب غير المتوازن في المدخلات الصناعية والسلع. وأخيرا جاء الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أصاب سوق الطاقة خاصة بالنسبة لأوروبا. إن الخطر يكون أكبر على تلك الدول التي لديها التزامات ثقيلة كديون لأطراف خارجية، وأكثر من ذلك إذا كانت مقدرة بالدولار. فالدول القوية نسبيا تتجنب هذا الضعف، لكن العديد من البلدان النامية ستحتاج الآن إلى المساعدة. كما يؤكد أن قوى الركود هذه المنبثقة من الولايات المتحدة والدولار المرتفع تأتي على رأس تلك التي أحدثتها الصدمات الحقيقية الكبيرة. ففي أوروبا قبل كل شيء هنالك طريقة تؤدي فيها أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم وإضعاف الطلب الحقيقي في الوقت نفسه. نشر موقع ميدل إيست آي تقريراً رصد من خلاله تنامي عنف حركة هندوتفا في بريطانيا، وهي العقيدة السائدة للقومية الهندوسية في الهند. وتناول المقال تصاعد التوتر وأعمال العنف التي أقدم عليها معتنقو عقيدة هندوتفا في بريطانيا، وصولاً إلى أحدث الوقائع في مدينة ليستر، حيث اعتدى الهندوس السبت الماضي على المسلمين حين اقتحم حوالي 200 رجل هندوسي معظمهم مقنعون وملثمون منطقة ذات أغلبية مسلمة في شرق المدينة. ورجع التقرير تنامي التوتر والعنف لدى الهندوس في بريطانيا إلى تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند منذ تولي رئيس الوزراء اليميني ناريندرا مودي الحكمة. وذكر الموقع أن معظم التقارير الصحفية توجه اللوم بالتساوي إلى الطرفين، مستدركا بالقول إن الأحداث البغيضة التي حصلت هذا الصيف لا يمكن تفسيرها دون الأخذ بالحسبان صعود حركة الهندوتفا داخل بريطانيا. أشار التقرير إلى ما عده صمتا استراتيجيا من الحكومة البريطانية إزاء صعود حركة الهندوتفا داخل المملكة المتحدة، داعيا حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى التوقف عن ممالأة مودي، خاتما بالقول عليه أي حزب المحافظين أن يصحو من سباته وأن يدرك ارتباطاته باليمين المتطرف ليس في الهند فحسب بل وكذلك داخل بريطانيا. وتشهد الهند نموا في الكراهية ضد الأقليات الدينية وخاصة ضد المسلمين الذين يشكلون ما يقرب من 200 مليون نسمة. يسعر هذه الكراهية ما يعرف بالهندوتفا، وهو مصطلح شائع يعبر عن القومية الهندوسية التي تروج لها وتنشرها منظمة شبه عسكرية هندية اسمها راتشيرا سوايامسي فاكسانغ RSS. وبينما تعد الهندوسية تقليدا دينيا عظيما وعتيقا، فإن RSS كيان حديث جدا تم صياغته في القرن العشرين على نمط الفاشية الأوروبية، ومعروف عن واحد من أهم منظريه وأكثرهم نفوذا واسمه لوا كار، إعجابه بالنازيين وتشبيهه مسلمي الهند بيهودي ألمانيا. والآن أدعوكم لمتابعة رسوم الكاريكاتير. كيف تحولت التصاميم الهندسية للفن الإسلامي إلى مصدر إلهام لكارتيه؟ يكشف معرض كارتيه والفن الإسلامي البحث عن الحداثة الذي استضافه متحف دالاس للفن حديثاً بعد عرض ناجح في متحف الفنون الزخرفية في باريس. كيف تحولت التصاميم الهندسية للفن الإسلامي إلى مصدر إلهام لكارتيه لخلق جماليات حداثية رائدة في مجال المجوهرات الراقية؟ مطلع القرن
20، وتعد تصاميم كارتيه جزءاً من علاقة امتدت لقرون بين الفنانين الأوروبيين والفن الإسلامي، علاقة يصفها مدير متحف الفنون الزخرفية أوليفييه غابي في كتيب المعرض بأنها لطالما كانت سياسية بامتياز مع مزيج من الافتتان والعنف والسيطرة، على الرغم من أن التجار والدبلوماسيين كانوا لعدة قرون الأوروبيين الوحيدين القادرين على زيارة إمبراطورية الشرق الأوسط، إلا أن حلول الحقبة الاستعمارية وتزايد النفوذ الغربي في المنطقة حمل انفتاحا على فرص السفر في مطلع القرن 19، مع توافد سيل من فناني أمريكا الشمالية وأوروبا على القسطنطينية واسطنبول الحديثة والقدس والقاهرة ومراكش. فتصاميم الأزهار على البلاط والملامح المعمارية الهندسية والزخارف المعدنية والمجوهرات المدهشة والنسيج والسجاد ذات الحياكة المعقدة أبهرت الجامعين الغربيين. عالم الروبوتات يفتح أبوابه في زغرب، إذ يستضيف العديد من الروبوتات انطلاقاً من تلك التي ظهرت في أفلام، وصولاً إلى روبوتات الأعمال المنزلية. وافتتح في العاصمة الأوكرانية زغرب معرض عالم روبوتات الذي يتضمن محتويات لافتة للأنظار، ويستضيف المعرض العديد من الروبوتات انطلاقاً من تلك التي ظهرت في أفلام مثل حرب النجوم، وصولاً إلى روبوتات التي تساعد في الأعمال المنزلية. ومن بين الروبوتات المثيرة للاهتمام روبوت الكلب وروبوت قطة يتجول في أرجاء المعرض، ويستمر المعرض في استقبال الزوار لمدة 3 أشهر. والآن تابعوا معنا هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم من مواقع الصحف. روحي ليش؟ لأنه أنا ربيت فيها هالمخلطة. أنا لما كنت فيها ما كانوا لا أولادي ولا كان في حدا. أنا بتمتع فيها هي. ليش؟ لأنه أنت اليوم وقت عم تشتغل بالتراث أنت بإيديك وبرجليك وعم تحط طاقتك وعن العرق عم ينزل منك وعم تحط جهد وتعب وتفكير. أنت عم تشتغل شو بدك تطالع وشو بدك ترسم بالقطعة وشو بدك تساوي، يعني قديش أنت عم تنبسط فيها وتتمتع فيها. يعني هي مثل حكاية الرسام. وعم نساوي كل شيء نحن من التراث، يعني المهباج كانوا بالاول يدقوا فيه بند، نحن بنسويها بشكل مصغر من الكبير هيك لاصغر 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 مشان ويجي الزائر او ابن البلد ياخذ له قطعه انه هيك كان نحن تراثنا، هذا تراثنا. نحن بنسويها بشكل مصغر لانه مو معقول واحد يحط مثلا جرن كبه حجر يحطه ببيته. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.